يا اهلا بكل حضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا الاهلي بيواصل انتصاراته بالفوز على غزل المحله بنتيجه 3-2. كلام كتير جدا هنتكلمه عن هذه المباراه وعن فنياتها وكمان تقييم اداء الحراس الى جانب تقييم حراس المنتخب والمسابقه بشكل عام. الكلام ده كله هيكون مع كابتن ياسر مصطفى اللي منورنا وهو مدرب حراس شباب النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا استاذ كريم، سعيد اني موجود مع حضرتك. طبعاً والله احنا بجد اللي بنسعد موجود هنا في بيتنا في قناه الاهلي ومع الاستاف الجميل ده مع النجوم الكبار دول. الواحد بيبقى سعيد لما بيبقى موجود معاكم فعلا، يعني ببقى سعيد جدا. صح. لا واحنا بنبقى سعدة ان حضرتك دايما كده بتيجي تفاجئنا. لا والله طبع لك واحده ولا انا بس؟ طبعا طبعا. لا 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 كابتن ياسر هنعلقها بقى على الحيط عندنا بقى وكل واحد موقع. لا ميرسي والله. كلك ذوقك ما جاي جبت الطايه بقى على الفيسبوك. ايوه طبعا. طبعا في البدايه خلينا نبدا كده بامبارح ومباراه جميله، بس كنا على اعصابنا. يعني احنا ملوك الدقيقه 90 ما عندناش مشكله، على اعصابنا مش واثقين، ولكن ايه قلقانين، عندنا نوع من يلا بقى، يعني عايزين نكسب، عايزين نحققها، عايزينها تتم. فامبارح بتشوف ازاي برضو المباراه من ناحيه الاهلي تحديدا، وبعد كده ممكن نتكلم طبعا على الفريق الاخر لانه برضو ادى بصراحه يعني اداء كويس جدا امبارح. طبعا انا هتكلم على حاجه مهمه جدا في الدقيقه الرابعه وقت ما المحله تعادل مع الاهلي. دي كانت نقطه مهمه جدا لو حضرتك تجيبي على الجمهور بتاع النادي الاهلي، كان النادي الاهلي اللي جاب الجون هو ده النادي الاهلي. يعني احنا بدانا من حيث انتهى اللقاء. ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي هو الدفعه المعنويه الكبيره للنادي الاهلي. هكذا يكون لعيبه النادي الاهلي، هكذا يكون جمهور النادي الاهلي. فانا بقول ليه تعادل المحله جمهور كان الاهلي اللي جاب جون، لان انا وانا قاعد بتفرج كان عندي ثقه كبيره جدا الاهلي هيكسب. والدقيقه رابعه ثواني. ليه؟ لان دفعه الجمهور والدفعه المعنويه والنادي الاهلي على انت عارف ان حضرتك ان في معلومه ان النادي الاهلي ما كسبش المحله في المحله من سنه 2008. يعني بقاله الملعب ده انا كنت برضك قبل كده مسكت نادي طنطا مع كابتن اسامة عربي ولعبنا فيه الاهلي، ملعب ضيق جدا. النادي الاهلي بيعتمد في لعبه على اتساع الملعب دايما، اتساع الملعب، لكن ملعب المحله طبيعته ضيقه شويه، فيعني اي فرقه تقدر تدافع فيه كويس. مش حلوه يعني، في بعض المشاكل على مر السنين يعني. لا وطبيعه الملعب يعني ضيق شويه، فبيخلي اي فرقه بتلعب بتعمل اتساع الملعب زي النادي الاهلي بيكتفها. الله ينور عليك. فطبعا دي كانت نقطه مهمه جدا. طبعا نبدا نتكلم على المباراه نفسها. طبعا الكابتن عوده ما عملش زي ما انا كنا متوقعين ان هو هيعمل ديفنس وهيدافع. لا ده عمل دفاع متقدم ولاعب الاهلي مباراه مفتوحه. بنحييه طبعا كابتن عوده وبنحيي فرقه المحله، لكن طبعا هو بيلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير عنده عناصر كويسه جدا. الاهلي بطبيعه الحال بعد الجون الثاني تحس ان اللعيبه هديت شويه، اطمنوا المباراه. حتى موسيماني بدا يعمل تغييرات كان فيها اللي انا مستغربه جدا، طلوع شريف في الدقيقه 72 نزول حسام حسن. يعني كان انا شايف ان كان يعني شريف ماشي كويس. هو بند تغييرات كابتن موسيماني الجمله دي اتكررت الفتره اللي فاتت اكتر من مره بعد اكتر من لقاء، وكلها دايما بتكون مصحوبه بشيء من علامات التعجب او الاندهاش. صحيح. ده مش موضوع يعني يستحق التامل من وجهه نظرك؟ هو كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن طبعا احنا يعني ايه احنا بنتفرج من بره، لكن هو اللي معاشر اللعيبه، هو اللي بيحضر معاهم التمرين، هو اللي شايفهم كويس جدا، فبالتالي هو بيعمل من وجهه نظره. كلنا مديرين فنيين، كلنا بنتفرج على الكوره، كل حضرتك ممكن تعمل تغييرات وانا اعمل تغييرات والنجمه تعمل، لكن اكيد هو اللي معاه العصايه، هو اللي اكيد اللي مع الفرقه. لكن طلوع شريف كان يعني شايف انه كان غريب شويه. يعني وبرضك مكسوني لسه ما عبرش عن نفسه بشكل جامد جدا، كان عندنا عمار حمدي، عندنا وليد، يعني الاثنين دول يقدروا يعملوا شغل اكتر شويه من مكسوني برضك. يعني مكسوني من اللعيبه اللي ما عبرتش لسه، يعني حاسس ان عنده حاجات كتير لسه ما شفناهاش لسه. لكن بطبيعه الحال مباراه جيده جدا. موضوع ان الاهلي يكسب في الدقيقه ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ان احنا نكسب في اخر دقيقه. واداء الفرقه في شكل عام بعد الجون الثاني هو يعني هدي شويه، لكن برضك ما نغفلش ان كابتن عوده لعب مباراه مفتوحه. ما عملش زي المدربين التانيين قفلوا ولعب مقفول،
ومستني يتغلب. لا هو لعب واشتغل وعمل مباراه جيده جدا طبعا. وعنده لعيبه كانوا كويسين جدا رقم جدا. 32 امبارح انا مش عارفه اسمه بصراحه بس هو كان بيلعب برده بشكل كويس. عبد يحيى المهاجم اللي 32 تقريبا. عبد يحيى مهاجم هو من افضل لعيبه المباراه. عبد يحيى وديانج في النادي الاهلي كان هايل. لا ديانج ده يعني براند قصه تاني. المباراه ال 100 مع الاهلي كمان يعني لا واداؤه كمان ممتع لما بيبقى فايق ديانج اداؤه ممتع كمان بتحس بالاستمتاع وهي الكوره معاه عاوز الكوره تروح له بصير قطيع بيشتغل على الجون كويس. لا لعيب كبير ديانج من اللعيبه المهمه في النادي بس حضرتك قلت اكتر من مره وبشيء ملحوظ من الثقه فكره ان احنا عارفين ان احنا هنفوز حتى ولو كنا في اخر دقيقه ودايما بقى معروف كمان بالذات في الفتره الاخيره بموضوع بلس 90 مع النادي الاهلي بقدر ثقه الجمهور في قدره النادي الاهلي على انهاء المباراه حتى في الثواني الاخيره منها مش هيبقى الاريح للجمهور لو كان النادي الاهلي حاسم اللقاء من قبلها يعني ليه نقعد على اعصابنا لغايه اخر ثانيه طبعا كل مباراه وليها ملابساتها بس الموضوع متكرر يعني برضو الواحد يسال مش الاولى والاريح لكل الاطراف ان يبقى الموضوع خلصان من بدري هنرجع تاني للسؤال اللي حضرتك سالته ليه دايما بنقول ان موسيماني بيعمل تغييرات يعني ايه فيها تعجب شويه هو بعد الجون الثاني هو موسيماني اطمن للمباراه وهي دي مشكله يعني هو اطمن للمباراه حس ان المباراه خلصت وعاوز يدي فرص للناس اللي ما بتلعبش زي حسام مثلا عاوز يديله شويه فهي دي النقطة اللي عملت اريحية شوية بالنسبة للفرقة، لكن نرجع بالنسبة لان احنا ليه عندنا طمأنينة؟ لان احنا عندنا لعيبة على مستوى عالي جدا، عندنا ثقة في اللعيبة بتاعتنا، عندنا ثقة في الجهاز الفني، فبالتالي بيبقى وانت قاعد بتتفرج مطمن ان شاء الله هنكسب. هو طبعا كل حاجة بإذن الله بس ان شاء الله هنكسب. هي ثقة في الفريق أيوة. لا عندنا ثقة كبيرة جدا بحكم ان احنا يعني النادي القرن بحكم ان احنا يعني النادي الأهلي، فدايما بيبقى عندنا ثقة دايما ان عندنا دايما على مر العصور مهاجمين بتقدر تعمل الفرق في الوقت بدل الضيع ده فدي نقطه مهمه جدا جدا يعني حلو. لكن بالنسبه لان احنا يعني ليه اتزنقنا في المباراه يعني ترجع لظروف المباراه نفسها ترجع لارضيه الملعب ترجع للفرقه اللي كلها بلعيبه فرقه كبيره جدا بقياده مدير فني كبير فطبعا كل العوامل دي ادت لان المباراه يعني حصل فيها كده يعني حتى الجون الثاني اللي جه في النادي الاهلي لما تشوف حضرتك قبل ما يتعمل الاوفر مين اللي راح غطى مكان معلول قفشه قفشه اصلا مش باك لكن هو عشان لعب على الطرف فظروف اللعبه خليته هو اللي يرجع يدافع فلما يرجع يدافع قفشه برضك مش لعيب يعني يقدر يعمل تاكل ان يقدر يعمل كده لا هو يعني حتى لعبه كلاسيك فهو طبعا حتى لما دخل يعني ما هاجمش الراجل بقوه وعاوز يقطعها بالشياكه فطبعا الراجل عمل الاوفر منه فطبعا يعني دي ترجع برضك لشغل المدير الفني ان هو حط قفشه شويه على الطرف وهو اصلا بطبيعته يحب يلعب تحت اللاين فاوت شويه فدي هي اللي يعني شويه عوامل في التغييرات كده زي ما حضرتك قلت هي اللي عملت المشكله شويه. طيب خلينا ننتقل بقى للمنتخب وحراس المرمى تحديدا لان ده مهم قوي نتكلم فيه وحضرتك معانا. احنا اتكلمنا يمكن قبل كده عن ابو جبل وعن الشناوي والحديث عنهم يعني مطول لكن انا برضو عايزه اروح لصبحي وعايزه اروح لجاد مثلا على سبيل المثال وعايزه اروح لبسام. الحراس دول برضو يمكن تألقوا مؤخرا لكن يمكن محتاجين فرصه اكبر. خلينا نقيم مع حضرتك برضو كابتن ياسر اداء كل واحد فيهم. هو طبعا احنا لما نيجي نقيم الحراس عموما يعني احنا هنقول ايه اكتر الحراس دخل فيها اهداف مين واكتر الحراس اللي بس ده كل ده بقى في المذكره دي اللي جايبها لنا ماشي مع حضرتك اهو دايما لغه الارقام ما بتكدبش انا بحب الستايل ده ماشي احنا لما نيجي نقول مثلا جاد اجاد في مباريات كتيره جدا وحارس واعد انا بعتبره من الحراس الجيدين جدا ودخوله المنتخب ده احنا كنا متوقعينه في الحلقه اللي كنت مع حضرتك قلت ان المفروض ان جاد وصبح يخشوا المنتخب قلنا دفع بالتالي الحضري يعني راجل اللي بيشتغل كويس وبيحضر وبيحضر الماتشات هما فعلا كانوا يعني المفروض يخشوا المنتخب لكن طلوع بسام وابو جبل المره دي المفروض كنا ندخل حد تاني مع الشناوي يعني دلوقتي موجود في المنتخب في كاس العرب ثلاث حراس الشناوي محمد صبحي ومحمود جاد انا كنت اتمنى من الحضري ان هو يدخل كمان واحد من الكبار اللي هم ممكن جنش ممكن عامر الزنفولي اكرامي مسعود محمد صبحي موجود معاهم يبقى اثنين كبار واثنين شباب على اساس ان احنا نبدا الشباب دول ياخدوا خبرات المنتخب وجودهم مع اللعيبه الكبار يقدر يتقلوا بمعنى الكلمه بتاعت الكوره يعني يتقلوا شويه يبقى عندنا اثنين شباب واثنين كبار يبقى عندنا المستقبل ان شاء الله على المستوى البعيد بشكل كويس جدا. لما نبدا نتكلم على الارقام اقل حراس دخل فيها اهداف هنتكلم يبقى عندنا رقم واحد سواميكا.
اللي هو عامر طبعا هو عامر مادي اداء كويس جدا، لكن باستثناء مباراه اول امبارح طبعا الاخطاء وارده، وبنتمنى له ان هو يتجاوز الخطا بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم في اقل الانديه دخول اهداف فيه. بدايه سيراميكا، ثاني حاجه البنك الاهلي، الزنفولي كان بيلعب معايا في اسوان، حارس مرمى جيد جدا، بيجتهد بيشتغل على نفسه، ادى اداء مباراه امبارح بشكل كويس جدا ضد الزمالك، شكله كويس جدا. عندنا بيراميدز طبعا اكرامي لعب بدا المباريات وبعدين اتصاب وبعدين رجع تاني لعب من امبارح، شكله كويس جدا، اداؤه ملتزم. المصري عندنا مسعود بردك اداؤه يعني مش ثابت قوي، اتمنى من مسعود ان هو اداؤه يثبت اكتر من كده، عنده مستوى اعلى من كده بشكل كبير جدا. النادي المصري امبارح كسب، اتمنى ان دي تبقى بدايه ليهم يعني بالنسبه لمسعود. عندنا فاركو محمد صبحي شكله كويس، اداؤه كويس جدا، المباراه اربعه وعليه اربعه يعني اداؤه معقول يعني بالنسبه لخمس ماتشات، يعني اقل من واحد في المباراه يعني، فاداؤه كويس. بالنسبه بقى للحراس اللي دخل فيها اهداف كتيره جدا، الدخان عمرو حسام دخل فيه 14 هدف، 14 وليه 3 يعني عليه 14، ده رقم كبير قوي بصراحه. فطبعا وهم ما كسبوش ولا ماتش لحد دلوقتي، اتغلبوا الخمس ماتشات. هو كان بوسكا لعب ماتشين الاولانيين وبعدين عمرو حسام بقى له 3 ماتشات بيلعب. الارقام الكبيره دي بتبقى مرجعيتها بس الحارس المرمى يعني؟ لا طبعا. هل بيتحمل منفردا نتيجة أو عواقب دخول 14 هدف في مرمى؟ ما نعرفش الملابسات اللي دخلوا فيها ال 14 هدف دول كانوا عاملين ازاي. وكلام مظبوط، داخل فيها من أول اللاين فيرود، يبقى عندك مشكلة كبيرة في الدفاع مثلا. بس احنا دلوقتي بنحلل مستوى الحراس، فلازم نتكلم بالنسبة للأرقام على الأهداف اللي دخلت فيها. ما الأرقام دي ممكن تبقى مجحفة في بعض الأحيان لو احنا خدنا في الاعتبار إن ممكن تبقى نتيجة أخطاء الغير. عموما خلينا نرجع للنقطة دي. أقول لحضرتك أستأذنك بس، احنا معانا يعني لايف فيو مع زميلنا العزيز كريم أحمد الموجود حاليا في ملعب عشان نتابع معاه اخر المستجدات وتدريبات الفريق. كريم صباح الفل عليك، اتفضل احنا سامعينك. صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم، وكل التحيه للزميل العزيز نهواندو ايضا كمان، تحياتي الكابتن ياسر مصطفى، متواجدين طبعا كالعاده في مقر النادي الاهلي بالجزيره وملعب مختار التتش، بنغطي طبعا الاستعدادات الاخيره لفريق النادي الاهلي لمباراه سموحه القادمه. لكن قبل الحقيقه قبل ما نتكلم على الاستعداد، لابد ان احنا نوجه كل التحيه والتقدير لكل لاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني على اداء المباراه الاكثر من رائعه ان لم تكن هي الاصعب في الدور الاول، وهي مباراه المحله. شفنا اصرار كبير وعزيمه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي، المباراه راحت وجت، لكن شخصيه النادي الاهلي حاضره في كل المباريات، روح الفنان الحاضره حاضره في كل المباريات، وده الامر اللي بياكد عليه الجهاز الفني الكابتن سعيد عبد الحفيظ. كل المباريات صعبه، مفيش مباراه سهله في بطوله الدوري العام، بالعزيمه وبالجهد الكبير نقدر ان احنا نتخطى كل الصعاب. شفنا شراسه هجوميه كبيره جدا، وشفنا حماس كبير من فريق المحله اللي بنتمنى في كل المباريات يكون بهذا الشكل، وكل الفرق الحقيقه اللي بتلعب النادي الاهلي تتمنى كان يكون في هذا الشكل الكبير جدا. لكن عايز اتكلم طبعا على نقطتين مهمين جدا قبل ما نتطرق طبعا للتدريب ومدى طبعا جاهزيه اللاعبين لحاله للمباراه القادمه. نقطتين مهمين جدا زميلي كريم وزميلتي نهواندي هي علي معلول وحسام حسن. الكل طبعا عايز يطمن في البدايه على علي معلول، بنطمن بقى كل جمهور للنادي الاهلي. الناس راحت قالت علي عنده مزق في العضله الضمه، عنده شد في العضله الضمه. تصريحات طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبلع، علي معلول عنده اجهاد بسيط جدا في العضله الضمه، 3 ايام هيكون راحه ومنها لعلاج طبيعي بسيط جدا يستغرق 3 ايام اخرى، على يعني 10 ايام بكثير، او ان شاء الله علي معلول يكون مشارك ويعود بقوه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. كنا عايزين نطمن بشكل كبير جدا على الضمه لان هي يمكن حساسه شويه مع اللاعبين وبقيمه علي معلول الكبيره ومجهوده الكبير، فالحمد لله طمنا على علي معلول في البدايه. حسام حسن كدمه قويه جدا في الركبه وليس اي امور اخرى، الحمد لله كانت الاشعه يمكن احمد ابو عبله كالعاده طبعا والجهد الكبير الجهاز الطبي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي مباشره عقب انتهاء المباراه، توجه حسام مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله لاجراء الاشعه، والحمد لله الاشعه طمنا عليها ما فيش اي امور لحسام حسن. يمكن دموعه بس هي اللي يمكن قلقت الناس شويه، لان انت عارف الركبه طبعا زميلي كريم زميلتي فيها طبعا متشعبه شويه، يمكن الناس بتروح في غضروف في صليبي في خارجي في داخلي، لكن الحمد لله هو كدمه قويه جدا في الركبه. لكن من 5 ايام لاسبوع حسام هيكون مريح. احنا عارفين طبعا ان خلاص الدوري هيتوقف بعد مباراه سموحه، فيعني يعني الفتره اللي جايه دي كلها ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي كلها تستعيد قوه من جديد، اللي بيتاهل يتاهل واللي يمكن هيعود من جديد لمنتخبنا طبعا للمشاركه في كاس العرب. لكن حبيت ان انا اطمن كل جمهور النادي الاهلي على حسام وعلي معلول، طبعا هنفقدهم في مباراه سموحه، وهنفقد كمان عمرو السوليه لحصوله على 3 انذارات، يمكن 3 لاعبين
اللاعبين طبعا قيمه كبيره جدا، لكن الاهلي بمن حضر في كل مباراه، مباراه سموحه لا تقل صعوبه واهميه عن المباراه الماضيه وهي مباراه المحله. يمكن طبعا لو بنرجع بالذاكره يمكن كان عندنا ازمه في فقدان طبعا موسم الدوري طبعا في مباراه سموحه ومباراه المحله، فلكن الاداء المميز اللي بيقوم به النادي الاهلي، والحقيقه بيتسو موسيماني كمان يعني معلومه هنقولها سريعا، في 71 مباراه لبيتسو موسيماني كقيادته الفنيه للنادي الاهلي احرز النادي الاهلي 151 هدف. ده مؤشر كبير جدا ومهم جدا ان النادي الاهلي في طريقه الى الامام، طريقته هجوميه. بيتسو موسيماني مميز جدا الحقيقه في القراءه، شفنا ميكيسوني في نزوله وتوقيته وهو اللي يمكن كمان كان سبب في ركله اللي احرز منها علي معلول الهدف، فيمكن الحمد لله قراءاته الفنيه رائعه جدا. ثقتنا كبيره جدا في بيتسو موسيماني، ودي الحقيقه اللي كان جمهور النادي الاهلي امس في المدرجات اللي كان ليه دور اكثر من رائع. كنت معاكم في المداخله الاخيره اللي كانت قبل المباراه وقلنا دور الجمهور مهم جدا، وشفناه، شفنا الجمهور في 40 و50 ثانيه قدر ازاي ان هو يرجع فريق النادي الاهلي من جديد، وقدر ان هو يحمس اللاعبين ويقدر ان احنا نفوز في مباراه كانت صعبه جدا، ما كسبناش في ملعب المحله من 2008 13 سنه، ده يعني سنين كثيره جدا لفريق النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي قادم، النادي الاهلي بمن حضر، كل لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه الجمهور وعارفه ان يعني ايه المزاج العام لجمهور النادي الاهلي بيتغير في ثواني بسيطه جدا. فكان الامر المهم جدا امس ان لعيبه النادي الاهلي تروح، كل جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في الاستاد واللي متواجد في البيوت بيتفرج على المباراه يكون سعيد وفرحان على اداء لعيبه النادي الاهلي المميز والرائع، ويا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ونقدر في مباراه سموحه نحقق كمان 3 نقاط من 6 مباريات، نحقق 15 18 نقطه ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في ادائه المميز خلال المرحله القادمه. تدريب النادي الاهلي في هذا التوقيت هيكون تدريب بسيط لكل المجموعه اللي شاركت في المباراه، لكن هتكون جرعه تدريبيه كامله لكل اللاعبين اللي لم تشارك في المباراه، مباراه امس وهي مباراه المحله. رائع جدا يا كريم، بنشكرك على هذه يعني التغطيه، ومستمرين اكيد معاك، وطمنتنا برضو لان كنا برضو كابتن ياسر قلقانين على علي معلول، حاجه طبعا حاجه ما كانتش حابينها، ده احنا لسه كنا بنقول الحمد لله القائمه بتاعتنا بدون اصابات، فيعني الحمد لله على كل شيء. ايوه، وعلي معلول ممكن عشان لسه جاي بعدك من منتخب تونس وبيلعب مباريات على طول باستمرار، وهو حتى جايب في مباريات منتخب تونس جايب هدف هايل عالمي، صحيح، فهو من اللعيبه اللي بتلعب على طول، لكن انا اللي كنت بيلعب بفول باور وبضمير صاحي جدا، ومش مثلا مباراه تحس ان هو ايه بيستسهل فيها، لا صحيح صحيح صحيح، فهو لعيب كبير، وعلي معلول بنعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني بلده الثانيه بلده مصر، واحنا بنعتبره ابن النادي الاهلي، وعلي من اللعيبه اللي عندها زي ما الكابتن كريم قال باور وعظيمه وقوه، تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. حلو جدا، نرجع بقى مره ثانيه للحراس، هنرجع بالنسبه للكابتن كريم لما قال يعني موضوع الاهداف لما بتخش عددها ممكن يكون في اسباب ثانيه غير حارس المرمى، انا مع حضرتك في الكلام دوت، لكن دائما لما بنيجي نحلل الحراس بنحلل بالارقام، لغه الارقام لا تكذب يعني، فاحنا دلوقتي بنتكلم بالارقام، فاحنا لما نقول الشهير الدخان 5 مباريات دخل فيهم 14 هدف، مش بنحمل الحارس ال 14 ده، لكن احنا بنقول ان هو دخل في المرمى بتاعهم 14 هدف، فبالتالي بيبقى اخطاء دفاعيه، نص ملعب، لاين فورد، كل الناس مسؤوله طبعا. فبالتالي نتكلم بقى عن النادي الاسماعيلي، وبالمناسبه النادي الاسماعيلي الثلاث حراس منه من ابناء النادي الاهلي، يعني احمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان، فوزي، الثلاثه من ابناء النادي الاهلي، علشان الناس تبقى عارفه ان يعني حراس النادي الاهلي متواجدين في كل الانديه، والثلاث حراس بتوع النادي الاسماعيلي من ابناء النادي الاهلي. طبعا النادي الاسماعيلي طبعا لحد دلوقتي موقفه الجدول مش كويس، دخل فيهم 9 اهداف، لعب احمد عادل عبد المنعم 3 مباريات، وبعدين لعب فوزي مباراتين. النادي الاتحاد السكندري عبد المنصف دخل فيه 9 اهداف. عبد المنصف عمل رقم قياسي السنه دي ان هو لعب 25 موسم متتالي، وده رقم بالنسبة له. وعبد المنصف بصراحة قصة يعني، أيوه. خليفة زي ما بيتقال الحضري، فكرة برضو السن 44 سنة وداخل في 45 سنة، فيعني يعني هو بيعمل شغل هايل جدا، بحييه من هنا وبشد على ايده، وعامل مستوى كويس جدا جدا جدا. هنيجي بقى الانبي، عندنا محمود جاد حارس واعد، شاب ممتاز، اداؤه في الملعب في هدوء، عنده تمركزات هايلة، بنحيي المدرب بتاعه خالد خليل. عندنا الجونه طبعا يعني اسلام طارق لعب معايا في طنطا، حارس كبير جدا، لكن هم مش موفقين، حتى امبارح غلبوا 3، هم يعني عندهم احسن من كده، لكن هم لحد دلوقتي مش موفقين، واعتقد ان ممكن يبقى في تغيير في الحراسه في المباراه الجايه، لان اسلام لعب كده 5 ماتشات، عندهم عماد السيد جاي من نادي الاتحاد، ما اعرفش يعني، لكن اسلام برضك عامل ماتشات كويسه جدا، الماتش اللي قبل فات عامله بشكل كويس جدا.
هنيجي بقى نقول النادي الاهلي الاهلي ده احنا 14 هدف. هو النادي الاهلي لازم ناخده في حته لوحده لحد دلوقتي ده احنا حاجه يعني. اكتر نادي حافظ اهداف هو النادي الاهلي له 14 هدف وعليه 5 اهداف. طبعا ده عدد كبير جدا من الاهداف. هو اكبر نادي حصل اجاب اهداف كتير جدا طبعاً. حلو جدا. فلما نيجي بقى نستعرض الحراس بشكل عام في الدوري نبدا ناخد بترتيبهم. عندنا بيرمز اكرامي وكان بيلعب قبليه مهدي سليمان، الاثنين حراس كبار وادائهم لحد دلوقتي ماشي بشكل كويس جدا. عندنا الزمالك في تغييرات كل شويه في الحراسه بين ابو جبل وبين عواد، فطبعا يعني عواد اللي لعب امبارح. غزل المحله عمرو شعبان حارس كويس جدا لكن ما كانش يعني امبارح يعني موفق قوي، لكن هو على المستوى على المباريات كلها لكن بشكله كويس جدا. لكن في مباراه الاهلي امبارح تحس ان هو مخضوض شويه لان هو لسه سنه صغير، الهدف الاولاني اخطا فيه لكن حارس كويس يقدر يرجع بسهوله جدا. عندنا سيراميكا كليوباترا عامر دخل فيه لحد دلوقتي 3 اهداف. عامر من الحراس اللي دايما انا بتكلم عليهم من ايام ما كان في الانتاج، حارس كبير لكن اتمنى ان هو يرجع تاني لمستواه الماتش بتاع اول امبارح، يعني مش هو ده عامر اللي احنا نعرفه. هو عامر كام سنه؟ سوري يا كريم، كام سنه دلوقتي؟ 34 سنه. كنت عايز اسالك ليه ساعات كتير بنلاحظها وبالذات في مركز حارس المرمى، لما يكون حارس مرمى بيأدي مهام البوزيشن بتاعه في الفريق اللي هو كان معاه بقاله فتره طويله بيأدي بشكل ما، لكن لما بيروح فريق تاني دايما بنلاحظ تدني كده في المستوى، يعني الحكايه برضو فيها بعد نفسي شويه. فكرة التأقلم مع الفريق الأصلي اللي أنا كنت بتدرب معاه وبلعب معاه لسنين طويلة من عمري، يعني بتلاقي حارس متألق جدا مع فريقه في حال بقى إعارته لأي فريق تاني أو بيعه لفريق تاني أو حتى احترافه في بعض الأحيان برضو ما بيكونش بنفس القدر من التألق. ليه؟ هو يعني دي بتبقى بنسب، يعني أنا بعتبرها بنسبة 20% مش 100% ولا 50% ولا 60%، لأن ممكن يكون عامل نفس ما حضرتك قلت كده، ممكن يكون هو متأقلم مع الفريق بشكل كبير جدا، لكن أنا مش مع نغمة الفرقة لسه يعني مش منسجمة مع بعض، الكلام ده قديم قوي في الكورة. ليه؟ لما حضرتك دلوقتي المنتخبات بتعمل إيه؟ بتتجمع وتلعب في 10 أيام مباراتين، ما هو كل اللعيبة دول بيجوا من كل الأندية، مفيش انسجام؟ مفيش حاجة اسمها كده، يعني الكلام ده قديم، كل مدرب يتغلب له ماتشين ثلاثة يقول لك أصل إحنا لسه الفرقة ما انسجمتش، أصل لسه الفرقة الكلام ده مش حقيقي. هم المفروض يكونوا محترفين فعلا، يعني يبقى في فتره اعداد يعني وفي مباريات وديه وفي الكلام ده. لما المنتخبات بتتجمع في 10 ايام وبيلعبوا ماتشين، طب يعني فين بقى؟ ما بنقولش ليه بقى الكلام ده كله؟ هي الموضوع عامل نفسي والله يتقال في وقت من الاوقات. لا هو بيتقال على طول اللي هو ايه؟ برضه للانسجام، فكره الانسجام واللعيبه مع بعض وبتاع وكده. طب انت جايبين لعيبه من دول الكلام ده ولا ايه رايك انت؟ ايه ده؟ انت حضرتك مقتنع بالكلام ده؟ بالتبرير ده؟ لا طبعا. لان انا بكلمك ان هو بيتقال. ايوه وانا بقول لحضرتك ما بيقنعش. اي نعم بس بيتقال فكره انه بيتقال. انا عارف اللي هو الشماعه الخايبه اللي بتعلق أيوة. عليها حاجات مش مظبوطه، يعني مدرب بيتغلب له ماتشين ثلاثه يروح طالع يقول لك اصل لسه الانسجام، اصل لسه احنا جايبين فرقه جديده. طب ما المنتخبات بتتجمع في اسبوع وبتلعب ماتش وماتشين في اسبوع. بعدين ده دورك تعمله خلف يعني خلف الماتشات اللي بتتلعب. وبعدين حتى دور يعني دور المدرب بتاع الانديه اسهل من دور مدرب المنتخب. دور مدرب الانديه عنده فتره اعداد وعنده معسكرات وعنده ماتشات وديه، يعني عنده حاجات كتير جدا. لكن بتاع المنتخبات 10 ايام وبيجمع. على كل حال احنا برضو عندنا اسئله لسه كتيره، بس هنروح فاصل سريعا عشان الاذان وهنرجع نكمل مع كابتن ياسر. كابتن ياسر مصطفى لسه منورنا. ونرجع بقى لموضوعنا، وكان فيه كده برضو سؤال عايزه اعرفه انا وكريم منك اجابته، يعني مين الحارس الجديد اللي انضم للمنتخب؟ هو طبعا محمود جاد هو اللي انضم حديثا للمنتخب، حارس مرمى انبي. وده زي ما قلت لحضرتك الحلقه اللي كنت موجود مع حضرتك فيها احنا اتكلمنا ان قلنا لازم ان هو ينضم لانه ادى اداء شكله كويس جدا. بس ما كان كلام وقتها، كان كان لسه كلام. احنا كنا مرشحين توقعات حديديه فالحمد لله يعني. ايوه وكان صبحي على فكره كان لسه برضك ما انضمش، كان موجود الشناوي وبسام والهاني سليمان وابو جبل. احنا قلنا عاوزين صبحي وعاوزين جاد على اساس ان الاثنين شباب ينضموا للمنتخب، دي كانت الحلقه اللي فاتت. وبالتالي كان الكابتن حضري يعني حاضر معانا على نفس اللاين وضمهم للمنتخب، وانا بشد على ايده وبقول له بدايه موفقه ان انت تدخل حارسين شباب مع كابتن شناوي يستفيدوا منه يستفيدوا من خبراته. شناوي حارس مرمى كبير طبعا، حارس مرمى الاول في مصر،
فاتمنى ان الاثنين يستفيدوا منه بشكل كبير جدا. جاد حارس واعد، صبحي حارس واعد، بس اتمنى برضك ان يزق معاهم واحد تاني كبير. يعني ممكن جنش ماشي بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت مع فيوتشر، يعني اداؤه ممتاز جدا. الزنفولي ماشي بشكل كويس جدا مع البنك الاهلي، اول اسبوع كان من الحراس الهايلين بالنسبه لارقامه. ممكن برضك زنفولي ياخد فرصه. الهاني سليمان مع سموحه ماشي بشكل كويس جدا جدا جدا، وكان موجود مع المنتخب في الفتره اللي فاتت. اتمنى ان هو يزق حد من الكبار دول، يبقى الشناوي مع حد من الكبار مع الاثنين الشباب، يبقى عملنا تواصل للاجيال بشكل كبير جدا، ودي مهمه جدا بالنسبه للمنتخبات. يعني صبحي وجاد دول حراس منتخب الاولمبي، فلما يطلعوا مع المنتخب الاول يبقى في تواصل للاجيال بشكل ممتاز جدا جدا جدا. صحيح. فطبعا بتمنى من الكابتن حضر ان هو يفضل ماشي بنفس النظام. برضو من ضمن الحاجات اللي بتتكرر كتير بالذات مع الفرق الكبيره زي النادي الاهلي وغيره من الفرق وساعات مع المنتخب كمان، فكره ان بيكون عندك الحارس الاساسي متالق جدا، والتالق ده فيه استدامه واستمراريه لفتره طويله، تحس ان ده بيبقى دايما على حساب الحارس البديل. صحيح. واللي ممكن جدا يكون البديل ده ما يقلش في كفاءته عن الحارس الاساسي. صحيح. طب المظلوميه دي حلها ايه؟ لان ما عندهمش نفس الفرصه بتاعه التغييرات بتاعه اللعيبه التانيين في مراكزهم المختلفه، حارس المرمى دايما وضعه مختلف. سؤال في الجول زي ما بيقولوا يعني. ليه بقى؟ لان الحارس دايما بيبقى المركز ده فيه اثنين مدربين، نوعين من المدربين، في مدرب بيحب يثبت، في مدرب بيحب يعمل روتيشن كتير في المركز ده. المركز ده انا من المدربين اللي ما بحبش اعمل فيه روتيشن، لازم يلعب حارس، كل ما بيلعب كل ما اخطائه بتقل، كل ما هو بيتقل بلغه الكوره، فدي بتبقى كل ما الفرصه بتقل للبديل برضه. الله ينور على حضرتك. صحيح. ما هو نفس وهنا المشكله. وهنا نبدا نتدخل بقى. عموما عشان احنا طبعا انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس احنا للاسف وقتنا انتهى. تعالى نبتدي في لقائنا اللي جاي بحضرتك ان شاء الله بنفس السؤال عشان نعرف منك الاجابه بالظبط. وده موضوع مهم جدا ان شاء الله نبدا بيه الفتره اللي جايه، الحلقه اللي جايه ان شاء الله، لكن موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب يعني عايز اعرف الاجابه بس خاص في الفاصل، هي اجابه طويله يعني مش هنلحق؟ لا يعني ما هي صراحة في نوعين من المدربين والموضوع محتاج شغل فني شويه يعني. فهي الفكره في ايه؟ ان انا كمدير مدرب حراس بثبت الحارس شويه، فدي بتاثر على مستوى التاني، لكن في نفس الوقت شغله المدرب الحراس ايه؟ انه يجهز الحارس البديل لما يبدا يلعب يكون على نفس المستوى الحارس الاساسي، زي ما حصل مع كابتن شوبير، سموه لي ايوب لانه كان قاعد مع كابتن ثابت والكابتن اكرام مده طويله جدا، لكن لما خد الفرصه مسك فيها. هنا ترجع لشغل العامل النفسي للمدرب مع الحارس نفسه اللي هو رقم اثنين ورقم ثلاثه. على كل دول مهم. دلوقتي لو انت بصيت على الفرق كلها هتلاقي معظم الفرق لعب بحارسين، حتى النادي الاهلي بدا بلطفي وبعد كده صح. لعب الشناوي. هل كل حارس بقى مسك في الفرصه ولا لا؟ دي بقى ترجع لي هو فعلا. الحديث بقية زي ما كان. أيوة إن شاء الله. نشكرك جدا ونشكر حضراتكم، وإن شاء الله بكرة حلقة جديدة معايا أنا وكريم وعشرة صبح في الأهلي.